ماذا تعرف عن برودة القدم؟ أسباب وعلاج. يعتبر شعور الكثير من الناس بالبرودة في القدمين cold feet أمرا طبيعي الحدوث من وقت لآخر، وخاصة خلال فصل الشتاء، وعادة ما يتلاشى هذا الشعور خلال فترة وجيزة، وبذلك يكون غير مؤذ للإنسان، ولكن في حال طالت المدة قد يتسبب بحدوث عضة البرد أو ما يسمى بالإنجليزية frostbite للمنطقة المتأثرة في حال لم تتم إعادة تدفئتها بالشكل الصحيح. ومن الجدير بالذكر أن السبب وراء برودة القدمين قد يكون مرضا أو اختلالا في الجسم لا بد من معرفته وعلاجه. ويرافق عادة برودة القدمين ظهور أعراض أخرى تختلف باختلاف مسبب، ومن هذه الأعراض الألم والتنميل والخدران وتغير في لون الجلد والشعور بالوخز واللسع. أسباب برودة القدمين: هناك العديد من الأسباب وراء مشكلة برودة القدمين، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير، ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي: أولا، درجات الحرارة المنخفضة. تكون ردة فعل الجسم الطبيعي عند التعرض لانخفاض درجات الحرارة انقباض الأوعية الدموية الموجودة في الأطراف كاليدين والقدمين، وذلك لتقليل كمية الدم الواصلة لها، للاحتفاظ بالدم للأجزاء الأكثر أهمية، وعليه يقل الأكسجين الواصل إلى الأطراف، حينها يميل لونها إلى الأزرق، ومن ثم تعود إلى الوضع الطبيعي عند تدفئة الجسم. ثانيا، التوتر والقلق. نتيجة التعرض لدرجة عالية من القلق أو التوتر anxiety، يقوم الجسم بصورة طبيعية بإفراز هرمون الأدرينالين، والذي بدوره يسبب انقباض الأوعية الدموية في الأطراف، مما يقلل الدم الواصل إليها، وذلك للاحتفاظ بالطاقة اللازمة للتصدي لأي أذى قد يلحق بالجسم نتيجة التوتر. ومن الجدير بالذكر أن حدوث هذا الأمر بصورة مستمرة ومتكررة يؤثر سلبا في اليدين والقدمين. فقر الدم: يتسبب نقص الحديد أو فيتامين B12 أو حمض الفوليك بالإنجليزية فوليت بنقصان عدد كريات الدم الحمراء في الجسم، وهذا ما يعرف بفقر الدم أنيميا، وهذا بدوره يسبب برودة في القدمين، إضافة إلى اضطرابات في الدورة الدموية، حيث يعاني بعض الأشخاص من برودة القدمين بشكل مستمر، وذلك لعدم وصول كميات كافية من الدم إلى الأطراف بسبب ضعف التروية الدموية في المنطقة. داء الأوعية المحيطية: يعود السبب وراء الإصابة بداء الأوعية المحيطية إلى تراكم اللويحات في الأوعية الدموية الواصلة للأطراف وخاصة الشرايين، مما يؤدي لتضيقها وبالتالي قلة وصول الدم للأطراف وبرودتها. مرض السكري: إن الأشخاص المصابين بمرض السكري معرضون لمشاكل صحية في حال لم تتم السيطرة على مستويات السكري في الدم لفترات طويلة، ومن أهمها تضيق الشرايين، مما يقلل الدم الواصل للأنسجة، وأيضا اعتلال الأعصاب المحيطية، وكلتا المشكلتين تسببان برودة القدمين. ومن أسبابها أيضا اضطرابات العصبية: قد يعزى تلف الأعصاب في الأطراف إلى الرضوض أو الإصابات كما في عضلة البرد، أو بسبب الجينات الوراثية، أو نتيجة الإصابة باعتلال الأعصاب المحيطية الناتج عن بعض الحالات المرضية مثل أمراض الكلى وأمراض الكبد. ومن الجدير بالذكر أن برودة الأطراف الناتجة عن تلف الأعصاب يرافقها غالبا التنميل والوخز. قصور الغدة الدرقية: تتمثل حالة قصور الغدة الدرقية بنقصان كمية الهرمونات الدرقية المفرزة، وكما هو معروف فإن هذا الهرمون يلعب دورا مهما في عمليات الأيض، والتي بدورها تتحكم في درجة حرارة الجسم وضربات القلب، ولذلك ترافق قصور الغدة الدرقية مشكلة برودة القدمين. داء رينو ومرض بورجر: يعرف داء رينو على أنه اضطراب الدورة الدموية، خاصة في الأوعية الدموية الموجودة في أصابع اليدين والقدمين، مما يؤدي إلى انقباضها في المنطقة عند التعرض للتوتر أو القلق، وعليه يتغير لون المنطقة إلى اللون الأبيض أو الأزرق، ليعود تدريجيا إلى الأحمر مع عودة الدم أو تدفئة المنطقة. أما مرض بورجر يعتبر مرضا نادر الحدوث، وفي الغالب يصيب المدخنين من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة، وفي هذا المرض يتسبب التدخين بتضييق الأوعية الدموية الموجودة في القدمين والساقين لدرجة كبيرة قد تصل إلى تلف في أنسجة الجلد. علاج برودة القدمين:
يعتمد علاج برودة القدمين على معرفة السبب الكامن وراء المشكلة، ومن أهم النصائح للوقاية ولعلاج برودة القدمين زيادة التروية الدموية من خلال ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم مثل الركض والقفز، الحفاظ على دفء القدمين من خلال ارتداء الجوارب المخصصة للأجواء الباردة وارتداء الخف العازل، عمل حمام ماء دافئ للقدمين لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة يساعد على تنشيط الدورة الدموية، استخدام الوسائل أو اللبادات الحرارية بالقرب من القدمين، وتناول الطعام الصحي والإقلاع عن التدخين.